اذا الاتساع المسام والرؤوس السوداء ياك. واخا اذا غادي نديروا واحد غديروا واحد الكوماج واحد الغاسول للوجه اللي غنحاولوا نعالجوا فيه المشكل بجوج. اذا شنو غتاخذي؟ غتاخذي معلقه صغيره ديال القهوه مطحونه. غادي تاخذي اربع معلقه صغيره يعني شويه ديال الملحه الحيه. اها. غتاخذي زيت الزيتون، غتاخذي منها ثلاثه المعالق الكبار ديال زيت الزيتون. ياك. اها. وغادي تزيدي ليها زيت البرتقال اللي غتاخذي منها معلقه كبيره. اها. اذا هاد الخليط هذا كامل غتخلطيه مزيان. وغتحاولي تدفيه في حمام مريم. ياك. ومن بعد من تخلطيه مزيان شنو غديري؟ غتاخذيه وغتولي كديري واحد الماساج دائري للوجه ديالك بحال القماش غاسول، بحال غتحكي به وجهك، ولكن ولكن ما تبركيش يعني، غير شويه غير خفيفه، واحد الماساج خفيف ما نبركوش، وواحد المده ديال 5 دقائق. ياك. اذا 5 دقائق وغتخلي ربع ساعه هي 20 دقيقه، وغادي تغسلي الوجه ديالك صافي. هاد العمليه غديرها ثلاثه ديال المرات في السيمانه، وغادي تداومي عليها واحد الشهرين صافي. وبالنسبه للمسام الله يبارك فيك، بالنسبه للمسام زيدي هذه المساله هذه في الليل، ملي تسالي هذا الكوماج مثلا اللي درتيه، ديري واحد البيضه، ديري واحد البيضه في وجهك، بيضه غتخلطيها وديريها في وجهك، لان اصلا غير البيض بوحدو راه هو كافي باش كيسد المسام. علاش؟ لانه كيوازن الافرازات ديال الدهون اللي كتكون في المسام، وكذلك حتى ديك المرونه ديال المسام كترجع للحاله الطبيعيه. اذا غديري بيضه في وجهك عادي، ما ديري فيها حتى شي حاجه، تخليها واحد المده يعني. واش يعني غير الصفر ولا حتى البيض ديالها؟ كلها بالصفر بالبيض. تخلطيها وديريها في وجهك وتخليها حتى تنشف واحد ربع ساعه كذلك. ياك. صافي. وتمسحيها تغسليها. وهذه العمليه غديريها مثلا الا درتي الكوماج اليوم، غدا غديري المساله ديال البيضه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.